بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أبنائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم في يوم جديد بإذن الله تعالى نتعلم فيه متابعة لدرس أمس بإذن الله تعالى، وهو إيجاد قيم الدوال المثلثية. طبعا إحنا كنا وقفنا بالأمس عند الزوايا المرجعية، وقلنا نحن كيف نحصل الزاوية المرجعية لأي زاوية. طبعا من خلال ان الزاويه المرجعيه تلك الزاويه الحاده المحصوره بين محور اكس، تمام، وضلع الانتهاء للزاويه المطلوب ايجاد زاويه مرجعيه لها، ودائما بتكون هي زاويه حاده. الزاويه المرجعيه بتكون زاويه حاده. تعلمنا بالامس ان الزاويه المرجعيه حسب الربع الذي تقع فيه. فمثلا لو انا عندي هنا الزاويه المطلوب المعطاه في الربع الثاني، فان الزاويه المرجعيه بتكون في الربع الثاني هكذا، هذه تبقى هي الزاوية المرجعية. الزاوية المرجعية في الربع الثاني تبقى عبارة عن 180 ناقص ثيتا، تمام، أو باي ناقص ثيتا. طيب لو إن الزاوية المعطاة في الربع الثالث، فإن هنا تكون الزاوية الحادة المحصورة ما بين محور X، تمام، إكس إكس شرطة واي واي شرطة، تبقى هنا هذه هي الزاوية الحادة، تمام؟ هذه الزاوية المرجعية تبقى عبارة عن ثيتا ناقص 180، تمام؟ يبقى لو إن الزاوية أكبر من 180، فإن الزاوية المرجعية لها هي قياسها أنقص منه 180، أو باي، أو ثيتا ناقص باي، أو ثيتا ناقص باي. ثم إذا كانت الزاوية المعطاة في الربع الرابع، يعني أكبر من 270 وأقل من 360، فإن الزاوية الحادة ثيتا هي تلك الزاوية المحصورة بين محور X وضلع الانتهاء للزاوية. هذه الزاوية يا أبنائي، الزاوية الحادة، عشان أحسب الزاوية المرجعية لها هتبقى عبارة عن 360 ناقص ثيتا، أو 2 باي ناقص ثيتا. طبعا في أسئلة على المنصة بخصوص هذه الجزئية، أوجد الزاوية المرجعية مثلاً للزاوية قياسها 150. الـ 150 يا أستاذ يعني تنحصر بين الـ 90 والـ 180، إذن هي زاوية في الربع الثاني. يبقى أقول 180 ناقص 150 تديني 30. فهمنا إزاي الطريقة؟ أعطيك مثلاً زاوية قياسها وليكن 260، أقول لك أوجد الزاوية المرجعية لها، تقوم أنت تقول إيه؟ الزاوية المرجعية في الربع الثالث تبقى عبارة عن 240 ناقص 180 تساوي 60، وهكذا. فهمنا؟ الآن بإذن الله تعالى أبنائي الطلاب نأخذ درس اليوم عن إيجاد الدوال المثلثية بعد إيه؟ بعض الزوايا الخاصة وأي زاوية أخرى. بالنسبة للجدول الذي أمامكم الآن، إيجاد قيمة الدوال المثلثية، أنا أقدر ألخص هذا الشكل في الآتي. نلخص هذا الشكل في الآتي. إيه هو؟ بنقول إن أنا عندي أربع أرباع بالشكل ده، نغير لون القلم. خلاص، الكل في الربع الاول بيكون موجب، هذا اللي هو كاتبه هنا، الساين والكوساين والكوسيك والسيك والتان والكوتان. اما في الربع الثاني فالساين والكوساين فقط. احنا بنقول هنا الاي يعني اول، يعني الكل، واحنا قلنا الكلام ده بالامس. بعد كده الاس، تمام، اللي هي ساين، تمام، والكوسيك اللي هي مين؟ اللي هي مقلوبها. ده الساين والكوسيك في الربع الثاني فقط هي اللي موجب، وبقية الزوايا بتكون ايش؟ بتكون سالبة كما ترون. طيب في الربع الثالث بنقول ايش؟ بنقول التان والكوتان فقط هي اللي بتكون موجبة، وبقية الدوال بتكون سالبة. في الربع الرابع بنقول الكوساين والسيك فقط هي بتكون موجبة، وبقية الدوال ايه؟ بتكون سالبة. بنلخص الكلام ده في الآتي: الـ A S T C A S T C يعني الكل موجب، S الساين، T تان، C كوساين. خلاص يا شباب،
طيب هيا بنا ننتقل إلى الدوال الخاصة. هذا الجدول أيضا موجود عندك في الكتاب، أنا هلخصه لك بطريقة ظريفة جدا. ساين كوساين تان، الدوال الأساسية للزوايا اللي هي 0 30 45 60 تمام 90. بنكتب هنا 0 1 2 3 4. حلو الكلام. خذ الجذر التربيعي لهذه الأعداد، نغير اللون، ناخذ الجذر التربيعي لهذه الأعداد هكذا، ثم اقسمها على 2. تعال بقى نشوف سين الصفر، بقول جذر الصفر على الاثنين يطلع صفر. طيب أنا عايز بالنسبة لسين الثلاثين يبقى جذر الواحد على الاثنين يعني يطلع نص. شفت الحلاوة فين؟ هنا يبقى جذر اثنين على كام؟ على اثنين. طيب بالنسبة للستين يبقى جذر ثلاثة على اثنين. طيب بالنسبة للتسعين يبقى اثنين على اثنين يطلع واحد. يا السلام على الجمال. خلاص؟ طيب يلا نحسب الكوساين بالنسبة لمين؟ هنحسب الكوساين بالنسبة للصفر. يبقى بناخد الكوساين نعمل ايه بقى؟ دي بالنسبة طبعا للساين، خلاص؟ نعمل العكس بقى. تمام؟ نعمل الايه؟ العكس. يعني الكوساين تبقى ايه؟ نص. خلاص؟ آسف، أم سوري، هذا بالنسبة للصفر. كوساين الصفر يطلع بايه؟ نعمل يبقى واحد. خلاص؟ طب وبالنسبة للكوساين 30 يبقى كام؟ يبقى جذر 3 على 2، احنا بنعمل العكس. طب بالنسبة للكوساين 45 هو نفسها جذر 2 على 2، احنا ماشيين بالعكس هكذا. بنقسم بقى كده. طيب بالنسبة لل 60 يبقى هنقول نص. طب بالنسبة لل 90 يبقى كام؟ صفر. الآن عايزين نحسب مين؟ التان. عايزين نحسب التان. اللي عايز سؤال يرفع يده يا شباب، ماشي؟ في عندك أداة اسمها رفع اليد. خلاص؟ ممكن تسمح لك إن أنت ترفع يدك لو عندك سؤال، أنا أسمح لك إن أنت تتكلم. خلاص يا شباب؟ اللي عنده سؤال يرفع يده علشان أقدر أتابع معاكم. ما عندي أي مشكلة. بسمح لك وتتكلم. بالنسبة للتان يا شباب، اقسم الساين على الكوساين. يبقى علشان نحسب التان بنعمل إيه؟ نقسم ساين على كوساين هكذا. يبقى أنا عندي التان دائما بتساوي ساين واحد رفع يده على كوساين. أكمل الحتة دي وأسمح لك أنت عايز إيه؟ ثواني. يبقى أقسم صفر على واحد يديني كام؟ يديني صفر. طيب نص على جذر 3 على 2، أقوم ألاقي المقام يروح مع المقام، يقوم يديني واحد، يعني جذر 3 على 2، جذر 3 على 3. طب اقسم هذا على هذا يديني واحد، اقسم هذا على هذا يديني جذر 3، اقسم هذا على هذا أقول له غير معرض. نشوف مين الطالب اللي بيسأل. أحمد علي، تفضل يا أحمد، معك المايك. تفضل. ما فهمت الجزئية اللي قبلها. وش هي الجزئية اللي قبلها؟ هنا؟ هذه؟ البداية. نعم؟ ايوه البداية. ما هي دي البداية يا أحمد. ايوه. تمام، عندك سؤال آخر غير هذا؟ لا. ما شكرا لك يا أحمد. مرة ثانية يا شباب، اللي عنده سؤال يسأل يرفع يده ويسأل. بنقول هذه يا أحمد، بنقول إن الدوال المثلثية إشارتها حسب الربع الذي تقع فيه. كل الدوال في الربع الأول بتكون موجبة. الساين والكوسيك يعني الساين ومقلوبها فقط هي اللي بتبقى موجب. يعني لو أعطيتك أقول لك أنا عايز كوساين 150، لازم تختار العدد السالب، ما يصلح تختار عدد موجب. لو أنا قلت لك أنا عايز ساين مثلا 210، هذه في الربع الثالث. التان فقط هي ومقلوبة هي اللي موجب. بينما بقيه الدوال اللي هي الساين والكوساين لازم تبقى سالب، فلما اقول لك انا عايز ساين 210 يبقى لازم اختار العدد السالب. بالنسبه للكوساين في الربع الرابع هي فقط الموجبه. يعني لما اقول لك انا عايز مثلا كوساين 300، ما يصلح اخذ مثلا سالب جذر 3 على 2،
أو سالب نص أو أي عدد سالب، لازم أختار عدد موجب. لماذا؟ لأن 300 في الربع الرابع بتكون موجبة. فهمنا الفكرة؟ هذا هو مفهوم إن إشارة الدوال المثلثية، الكل بيكون موجب إذا كانت زاوية حادة، الساين فقط إذا كانت زاوية منفرجة، التان فقط هي تبقى موجبة إذا كانت أكبر من 180 وأقل من 270، بينما الكوساين وعكسها هي فقط اللي بتكون موجب إذا كانت أكبر من 270 وأقل من 360. جينا هنا بقى عملنا ملخص للجدول اللي انت شايفه فوق هذا. الجدول هذا خلاصة القول اللي بنقول ايه؟ انت تكتب 0 1 2 3 4 يقابلها مين الزوايا؟ 0 30 45 60 90 تصاعدي هكذا. حط الأعداد دي تحت علامة الجذر، قول جذر 0 1 2 3 4، اقسم هذا الجذر على 2 تحت. يلا بقى أنا عايز أطلع قيمة الساين، أعمل ايه؟ أقول له صفر جذر الصفر على 2 يطلع بصفر. طيب الكوساين يبقى العكس، باخد بقى من الاخر وانا ايه راجع، يعني الساين امشي في هذا الاتجاه بينما الكوساين امشي في هذا الاتجاه بالنسبه للجذر اللي انا حاطه فوق، عشان اسهل عليك عمليه الحفظ. طيب انت بس بتقول لي كده، ما انا معايا حاسب واضربه. كلامك صح، بس انت يعني انتظر شيء مهم جدا ان شاء الله العام القادم عندك تحصيل يا بطل، وعايزك تكون حافظ ازاي انت تتعامل معاه. ماشي يا ابطال، معانا كده دلوقتي 18 واحد حاضر. طيب الرجاء ما حد يعني يتحرك، او لازم تبعت لي الناس اللي معايا على الجروب حاليا، لازم تبعت لي كلمه حاضر والاسم على الواتس، لان انا باخد الحضور من الرسائل اللي وصلتني. الان يبقى ساين الصفر اقول صفر على 2 يطلع بصفر، جذر الواحد على 2 يطلع نص، جذر 2 على 2 اللي هو جذر اللي هو مين؟ ساين 45، جذر 3 على 2 اللي هو ساين 60، جذر 4 على 2 اللي هو يطلع 2 على 2 يطلع بواحد اللي هو ايه؟ ساين 90. العكس بقى، انا عايز مين؟ كوساين الصفر، يبقى كوساين الصفر اخد جذر 4 على مين؟ على 2 يطلع بكام؟ بواحد. طب انا عايز كوساين ال 30 يبقى اخد جذر 3 على 2، انا عايز كوساين ال 45 يبقى جذر 2 على 2. طب انا عايز كوساين ال 60 اقول له اخد جذر 1 على 2 يعني واحد يعني يطلع نص. انا عايز تان كوساين الصفر يطلع بايه؟ جذر الصفر على 2 يطلع بصفر. الان انا عايز احسب بقى التان. في قاعده بتقول ان التان هي عباره عن ساين على كوساين، يعني اقسم اللي فوق على اللي تحت. يبقى صفر على 1 يطلع بصفر، نص على جذر 3 يديني 1 على جذر 3 اللي هو يطلع بجذر 3 على 2، اسف هذا على 2 يا شباب. مراجعة مهمة. ثم جذر 2 على 2، وهنا جذر 2 على 2 لما اقسمهم على بعض يعطيني 1، جذر 3 على 2 على نص، طبعا ال 2 تروح مع ال 2 يديني جذر 3، ثم 1 على 0 يبقى غير معرض، يعني تان الصفر غير معرض. هيا بنا ننتقل بقى للاستفادة من هذه التدريبات. لما يقول لي في المثال رقم 4 أوجد القيمة الدقيقة للدالة المثلثية في كل مما يأتي، كوساين 240، كوساين 240. إذا كتب لك أوجد القيمة الدقيقة يبقى يجب عليك إن أنت إيه؟ إن أنت توجد الزاوية الإيه؟ المرجعية، تقول لي إن كوساين 240 هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن كوساين 240 ناقص كام؟ ناقص 180. الله، ليه كده يا أستاذ؟ لأن ال 240 تقع في ربع الإيه؟ تقع في الربع الثالث. يعني بتبقى بالشكل ده هنا كده، هذا هو ربع الايه الثالث اهو، ده هنا هتبقى 240 مثلا، لان هنا كده 180، يبقى ال 240 ما بين ال 180 وال 270. حلو الكلام. يبقى الزاويه الحاده هنا هتبقى مين؟ هتبقى 60. طيب احنا قلنا ان الكوساين في الربع الثالث لازم تبقى سالبه، يبقى كده بقول سالب كوساين 60. يلا بقى سالب كوساين 60 تطلع بكام؟ كوساين ال 60 يا استاذ بنص، يبقى تطلع سالب نص. الله عليك، يبقى اذا الناتج يطلع سالب نص. خلصت المساله. ماشي يا ابطال. تعال للسؤال رقم بي، كوسك 5 باي على 6. طيب يا استاذ هي 5 باي على 6 دي في اي ربع؟ انا علمناك في الحصه الماضيه ان انا اقدر اشيل الباي واحط مكانها مين؟ 180، يبقى اقول لك 5 ضرب 180 على 6، 6 مع ال 180 تديني 30، يعني بتساوي 150 يا استاذ. الله، هي الزاويه 150 دي تقع في اي ربع؟
المية وخمسين هنا، ده هتبقى في الربع الثاني. الله، طيب وانت تبغى ايش؟ الكوسيك. مين هي الكوسيك؟ ده هي عكس الساين. الله، والكوسيك والساين في الربع الايه الثاني بتكون موجبه. اذا يلا نحسب يا استاذ، ال 150 زاويتها المرجعيه تبقى كام؟ تبقى 30. ليه؟ لانها هتبقى 180 ناقص 150. خلاص؟ طيب يبقى انا اقول لك كوسيك، في حد كتب على الشاشه قبل ما انا كنت اوقف الكتابات وعمل لنا اشكاليه هنا. خلاص؟ مسحناها كده. نرجع مره ثانيه يا شباب. ما شاء الله الحضور دلوقتي بقى 20 طالب. أبناء الطلاب، لو احنا وسعنا كده بس شوية الشاشة، لو قلنا الحين أنا هسأل دلوقتي سؤال وأشوف، كوسيك، لا هذا اللون ما هو زين، خلينا في الأبيض كويس على هذه الشاشة. مين اللي معانا هنا في الأول؟ عبد الله الهجري. عبد الله معاك المايك يا عبد الله. عبد الله الهجري، اهلا يا استاذ. اهلا بيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. طب الان يا عبد الله بقول الكوسيك حق مين؟ حق ال 150، كيف بقى نطلعها؟ الكوسيك نقول ايه بقى؟ عايزين نطلع بقى الزاويه المرجعيه لها. تبقى كوسيك كام؟ ها؟ تبقى كوسيك كام؟ 180 ناقص 150. 180 ناقص كام؟ 150، اللي هي تطلع بكام؟ كوسيك 30. احسنت، كوسيك 30 يعني هي مقلوب الساين. ساين ال 30 بكام؟ ساين ال 30؟ ايوه. في واحد رفع يده. ها؟ سيف، يا هلا يا سيف. بس بنص يا استاذ، ما اعطاني المايك. ساين 30 بنص. الله عليك، يبقى اذا الكوسيك حاجه تطلع بكام؟ تطلع باثنين. كام؟ باثنين، اللي هو المقلوب يعني، يبقى اثنين على واحد. شكرا لك عبد الله على المشاركه الطيبه هذه. عبد الرحمن، عبد الرحمن معك المايك يا عبد الرحمن. معك استاذ، معك. ايوه حبيبي. كوساين 135 عايزين نحسبها. كوساين 135، يلا نطلع الزاويه المرجعيه. ال 135 في اي ربع يا عبد الرحمن؟ ايش؟ ال 135 في اي ربع؟ الربع الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ الاول. يا رجل ال 135 زاويه منفرجه. اهي هذا كده الأرباع، من هنا لهنا دي صفر إلى 90، ومن هنا لهنا يبقى إيه؟ 180، ومن هنا لهنا 270، يبقى المفروض في الربع الكام؟ ثاني. الله، أهي يبقى هذه هي الزاوية 135. ما هي الزاوية المرجعية لها؟ اللي تكملها؟ لا، أيوه اللي تكملها، الله يفتح عليك. تبقى كام هنا بقى؟ 45. الله عليك، يعني كده بقول 180 ناقص 135. وصلت الفكره؟ يبقى كده بقول 180 ناقص 135 اللي هي تطلع كام؟ 45. يبقى كان الناتج هنا يساوي الكوساين في الربع الثاني موجبه ولا سالبه؟ احنا قلنا الكل موجب، صح؟ الكل هنا ايه؟ موجب. أيوة. وبعدين هنا اس تي سي، اوعى تنسى شركة الاتصالات اس تي سي، الاتصالات السعودية. اس يعني ساين، تي يعني تان، سي يعني كوساين. يبقى مين اللي موجب هنا في الربع الثاني؟ الساين. الساين ومقلوبها، يبقى الكوساين اعرف ان هي تبقى ايش؟ سالبة. سالبة، كوساين 45. يلا يا بطل اضرب، يلا كوساين 45 تطلع بكم؟ ما معي حاسبة. ما معك حاسبة؟ اطلع لك الآلة الحاسبة حالا اهو. أنا أطلع لك الحاسبة حالا. شايف الشاشة؟ وين؟ أيوه أشوف. الشاشة موجودة على إيه حاليا؟ طلعت ب ها؟
سالب 0.707 من إيه تمام، لكن احنا ممكن ناخذها بالجذور زي ما هي موجوده. تمام، لو احنا حولناها كجذور ممكن تطلع معنا زي ما انت بتشوف كده دلوقتي. اهو شايف الحاسبه اهي، شفتها إيه دلوقتي؟ الحين ظهرت اهي. ظهرت اهي. خلاص هذا كم؟ جذر 2 على 2 شايفها؟ جذر 2 على 2 ايوه إيه. يبقى اكتب هنا بقى في الناتج كم؟ اكتب جذر 2 على 2. ها مين يرفع ايده؟ السؤال اللي بعده احمد علي، يبقى اقول له هنا الناتج يطلع كم؟ سالب جذر 2 على 2، وهذا هو الحل، هذه هي القيمه الدقيقه. فواز انت معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اخبارك يا فواز؟ خير الله يسلمك. يا رب تكون استفدت من الحصه. اي والله الحمد لله. طيب الحمد لله. عايزين نحل سؤال 4 بي. يلا بطل. نضرب ب 180 ونقسم على 6. الله ثمانية. عليك، عشان نطلع ايه؟ عشان نوخر الباي، عشان نطلع علشان بس اعرف هي في اي ربع الاول، ده اهم حاجه عندي. تمام؟ احنا عايزين نعرف دلوقتي الحين هي في اي ربع. يبقى اول شيء انا هقول له ان الثيتا عندي هتساوي 5 في 180 على 6. اقوم الاقي الناتج يطلع كم يا بطل؟ 5 ضرب كم؟ 30 يعني تطلع بكم؟ 150. الله، معنى كده ان هي تقع في الربع الايش؟ الثاني. الله، والتان في الربع الثاني بتكون ايه؟ موجبه ولا سالبه؟ سالبه. سالبه. طيب يبقى اذا هذا يكافئ ان تان 5 باي على 6 هي عباره عن تان سالب تان. مين بقى الزاويه المرجعيه لل 150؟ 30. الله عليك، اللي هي 180 ناقص 150. دايما وابدا في الربع الثاني دايما اقول 180 ناقص باي ناقص ثيتا. يبقى الناتج فعلا يطلع سالب تان. باقي معانا 10 دقائق فقط في الحصه. يبقى اقول له سالب تان هي ال 30 اللي هي تعتبر باي على كام؟ 6. احسنت. تان ال 30 تطلع بكام؟ ها يلا نرجع للجدول اللي كنا عملناه هنا. ها تاني ال 30 تطلع بكام؟ فين ال 30 اهي؟ تمام؟ حقها طلع بكام تاني ال 30؟ جذر 3 على 2. الله عليك، وهكذا يبقى الاجابه صحيح. انت فهمت فهمت الجدول هذا فواز؟ ايه، بس ما احس لو اكتبه بالحاسبه افضل، لانه حتى لو ابي اراجع التحصيل بنساه بال انا كلامك على راسي من فوق، ولكن انا هدفي الرئيسي زي ما قلت لك ايه؟ اني برمي بس لقدام، بديك معلومه تبقى تدعي لي عليها بعدين. خلاص؟ تبقى تدعي لي ليها كده ايه؟ تقول الله يجزاه خير الاستاذ محمد علمني ازاي اطلعها من غير الا حاسب. لان هو ده اللي هيكون انت محتاج اليه دايما وابدا. خلاص؟ مهم جدا الجدول هذا. طيب الان نهار الزهراني. نهار الزهراني عايز اسمع صوتك يا نهار. نهار الزهراني معايا؟ طيب محمد الموح. محمد الموح معنا؟ معك يا استاذ. معك. الله عليك يا بطل، ما شاء الله. طيب قول لي يلا محمد اقرا السؤال هذا كذا، تحقق 5 اخر سؤال في الدرس بسرعه. بارك الله فيك. مدى ارتفاع الكل لنهايه ذراع الاصفار اللون في المثال 5 اذا كان طوله. إذا نحن بدنا نرجع بقى للمثال 5 مرة ثانية نشوف هو في إيه. مثال 5 هذا، هذا هو المثال إيه رقم 5 أهو، هذا هو المثال رقم 5. ناخذ بس الصورة دي، أهم حاجة عندي إحنا عايزين ناخذ الصورة هذه فقط. أها يلا بقى نشوف هو بيقول لنا إيه بقى عليها. تفضل تفضل يا محمد، معاك محمد. محمد طيب نشوف واحد عبقري كده يحلها معانا. حسام القحطاني. حسام 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 القحطاني، انا فتحت لك المايك وانت قفلت ليه؟ حسام يا حسام سابس بقرا السؤال. ماشي، قدام منك دقيقتين
يلا الزمن قدام منك اهو، حنبدا. يلا ابدا نشوف. يلا ابدا حل السؤال هذا. نعمل يا بطل. شكلي هو عمل ايه؟ هو غير بس في نفس السؤال اللي فوق، بس غير في الارقام يا بطلة. هو غير فقط في الايه؟ في الارقام. خليك معايا كده يلا. قال لي اذا كان طول هذا الذراع كام؟ 72. هو كان حطه كام؟ 84. يبقى نشطب على ده كده ونحط عليه 72. اه قدم. والارتفاع محور الدوران، ارتفاع محور الدوران هذا كده بدل ما هو 97 حطه كام؟ 88. اشتغل بقى نفس المسألة بالتمام. الزاوية هذه بدل ما هي كانت 200 تمام؟ اهي خلاها بقت كام؟ 195 سالب 195. عايزين بقى نشتغل بقى عليها، نعمل ايه؟ السؤال بيقول اوجد الارتفاع الكلي، يعني انا عايز احسب واي. الان يا شباب عشان بس وقت الحصة خلاص، اول شيء طبعا انا هحول الزاويه دي بدل ما هي سالب اخليها ايه؟ موجب. يبقى اقول له يبقى 360 زيد عليها كام؟ 195. كم الناتج يطلع؟ حسام 360 زيد عليها 195 بالسالب، الناتج يطلع كام؟ 165 درجه. خلاص يطلع 165 درجة. حسام خلاص. طيب ال 165 درجة هذه عبارة عن ايش؟ ها ال 165 درجة ديت يعني تبقى هنا كده ال 165. طب هي ال 165 بينها وبين الزاوية 180 كام؟ 15 درجة، صح ولا لا؟ يبقى انا اقدر اطلع عشان اطلع الواي، ما هي العلاقه اللي بتربط المقابل بالوتر؟ يبقى ساين. كاني بقول له ساين كام؟ 15 درجه كم تساوي؟ ساين ال 15 هي عباره عن ساين كم يا شباب؟ 45 ناقص 30. هذا انتوا خدتوها متطابقه في الصف الثاني الثانوي، يا سلام. طيب ساين الفرق بيساوي ايه؟ ساين 45 الفرق يبقى عباره عن ساين 45 في كوساين 30، وبعدين العكس بقى يبقى ناقص ساين 30 كوساين 45. نبدا نحسبها. ساين 45 يعني جذر 2 على 2. كوساين 30 اللي هي تطلع كام يا شباب؟ كوساين 30 اللي هي ايضا جذر 3 على 2 ناقص ساين ال 30 بنص، وبعدين كوساين ال 45 اللي هي مين؟ جذر 2 على 2. احسب الناتج. هنا يديني جذر 6 وهنا ناقص يبقى جذر 6 ناقص جذر 2 على المقام كام؟ 4. وهذه هي ايه؟ ساين ال 15. هذا يبقى ساين مين؟ الزاوية اللي هي اسمها ايه؟ 15. طيب نستخدم هنا، انا عايز اطلع الواي. احنا عرفنا كده الساين خلاص. كان ممكن طبعا نستخدم الآلة الحاسبة ونطلع الناتج مباشرة، لكن حبيت ان انا اعملها لك باستخدام قانون الايه المتطابق. الآن اقدر اطلع لك قيمة الواي. انا عارف ان الساين هي عبارة عن ايه؟ الساين هي عبارة عن ساين 15 هي عبارة عن واي على الوتر اللي هو كام؟ 72. يبقى اذا الواي بتساوي 72 ضرب ساين 15. واستعمل الحاسبه يلا وطلع الناتج. يبقى هنا انا طلعت الناتج بدون حاسبه، هنا باستعمال الحاسبه على طول تطلع قيمه الواي. طلع الناتج بقى وقول ان الواي زائد مين؟ هنكمل الحل ونقول له ان يبقى انا عندي هنا الحل هو عباره عن واي زائد الارتفاع اللي هو اعطاه لي اصلا عن الارض كام؟ الارتفاع هو 88. شوف الناتج هنا يبقى واي زائد 88. وبكده يبقى احنا ايه؟ وصلنا للحل. عليك انت استكمال الحل هنا وابعته لي. ماشي يا شباب؟
يبقى قيمة الواي عبارة عن 72 طبعا اللي هو طول الذراع. طول الذراع هذا هو كام؟ 72 اهوت. هو اعطاني هنا طول الذراع 72 وهذا الواي. فانا بقول 72 على الواي على 72 ده بيساوي ساين 15. اذا قيمة الواي بتساوي 72 في ساين 15. استعمل الحاسبة وطلع الناتج. الناتج زيد عليه 88 بكده يبقى انت طلعت الحل بالايه؟ بالقدم. ابناء الطلاب انا بفتح لكم الايه؟ المايك. لو حد عنده سؤال انا تحت امرك. شباب حد عنده سؤال؟